السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بنصبح لكل اخواتنا حبايبنا في كل مكان جوه مصر بره مصر، بنصبح ومسا عليكم الذكر جيراننا، يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه يا رجالة؟ النهاردة مشكلة برضه يعني بتقابل الناس كتير، مشكلة بتقابلنا وبتقابل الناس كتير. تيجي تبص تلاقي النتاية بيضلك بدا ايه بشراء ضعيف، القشر بتاعها ضعيف تمام، والبيضة بتاعتها بتبقى برشت ماشي، ومثلا البيضة بتبقى مبيضة وتقوم مكسورة، البيضة بتقوم مبيضة وتقوم مكسورة. أحسن كلسم إيه؟ كلسم محار البحر، كلسم محار البحر تمام، ده يعني أعتبر كلسم جميل وحلو. الكلسمات المشكلة هي الكلسمات حلوة، بس المشكلة في الكبسولة بتاعتها اللي هي الغلافة اللي بره، الغلافة اللي هي إيه؟ اللي هي زي لما تحط في الماء تبقى زي السفنج كده، دي وحشة في كده. يعني عايز تستخدمها بتفك الغلافة من بعضها وتقلبها في مية وتديها للحمام. احنا بنعملها مرة بس، احنا شغالين بايه؟ بده اهو كلسمات دي اهو، واضح اهو معروف تمام. العلبة فيها ثلاث شرايط، ثلاث شرايط زي كده. استخدمها ازاي يا باشا؟ بنقوم جايبين نص حباية مثلا كده، بتكون مستخدمها نص حباية، كسر الحباية نصين كده بالظبط كده. بتستخدمها للنتاية مثلا يعني، وحلوة برضو للديكور، كلسم دي حلو للديكور جميل. مثلا برضو لو انت عايز تجيب اوميجا بلس، اوميجا بلس برضو حلوة للحمام للنتيان وللديكور. فهي الاوميجا بلس غالي بحاجة ب 55 جنيه تقريبا، ديت بحوالي 20 جنيه تمام، وفيها 30 قرص، 30 ايوه 30 قرص. فاحنا بنجيب برضو الحاجة اللي هي حلوة وشغالين بيها الجميلة بإذن الله، وعلى تجربة مرة بدل مرة 20,000 مرة ما شاء الله جميلة. ديت كلسمة حلو، هنستخدمها ازاي؟ ديت احنا بندري النتيان نص حباية، بندري النتيان نص حباية لمدة مثلا يومين او ثلاثة، يومين او ثلاثة. يعني مثلا اديت لهم النهاردة، فوت بكرة وادي لهم بعد بكرة تمام. بتيجي تبص تلاقي يعني قبل ما نجوز النتيان لبعضها بندي من ده ليهم، يعني احنا بندي لهم كلسمات، كلسم دي اف 3 تمام، اهو كلسم العزيز العلبة ايه تمام، دي حلو قوي 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 للنتيان وللذكوره. فاحنا هنديهم مع بعض تمام، نديهم مثلا يومين. انا مثلا جوزت النتيان النهارده، مثلا جوزت النتيان النهارده، فبقى مثلا وانا بجوز النتيان لبعضهم اعطيهم مرض، اعطيهم مرض عشان خاطر يبقوا شغالين نشتغل عليه تمام. بتبقى النساء جاهزة للحمام، جاهزة للذكورة. فاحنا بنقوم بالل دي مية تمام، لازم تبل ايه، لازم تبل الحباة دي مية، لازم تبل الحباة نص حباة دي مية كده، وتدي بسم الله كده، وتتأكد اللي هي نزلت فاهم في زورها، تتأكد اللي هي نزلت فاهم في زورها كده. تقوم ماسك اصلا النص حبات ماسكه كده ومنزله بالراحه، منزله بقى بالراحه في قلب الحصابي ده، لازم الحبايه دي تتبل ميه، لازم الحبايه دي تتبل لها ميه، وتقوم فاتح بقى تاني كده وتسمي الله. بس خلي بالك برضه تقوم ماسك الحبايه في ده نص حبايه ومنزلها، نزلت ايه نص حبايه نزل تمام. انت مثلا بتشتغل عليهم، تقوم مثلا عاتل النتيان قبل ما تجوزهم مثلا مره ولا مرتين، عايز تدي للدكوره بقى دي حاجه ترجع لك حلو معاك، هتتقبلهم كلهم منها شغال. زي كده بالظبط اهو، وتاكد ان هي نزلت فيها في الحصاله، وتاكد ان هي نزلت في الحصاله
عشان ممكن ما ياخدش بالك تقوم واقفه في زراعه تقوم ميته مني. لازم تتاكد ان ده نزل فيها الفصاله بتاعتها. لازم تتاكد ان ده نزل فيها في الحصان. هي دي بقى بتبقى 100 100. البتاع الكلسم دي جميل، الكلسم ده جميل، الكلسم دي جميل. بتقوم شغال عند الشام عتل، بتقوم طالع في يوم وعتلهم الجرعه بتاعت الكلسم دي حلو، الكلسم دي جميل. عندك برضو شهوات تديها اربع، اديها اربع عادي مش هيزعل في حاجة. عندك شهوات برضو صغيرة اديها اربع، مفيش فيها مشكلة يعني. بس اهم حاجة لازم تبين لي تبين لي دي الربع حباية مية. انتهى ما شاء الله. برضه عشان ما نطولش عليكم الفيديو تمام، عشان ما تزهقوش مننا. الكلسمات ديت جميله، الكلسمات ديت جميله، الكلسم دي اف 3 دي جميل يعني. ده هو والاوميجا بلس الاثنين ما شاء الله جمال، والاوميجا بلس افتك من دي كمان يعني، الاوميجا بلس افتك من دي كمان حلو يعني. دي شغالين بيه ودي شغالين بيه صراحة ما شاء الله يعني. الحاجات دي جميلة للحمام، الحاجات دي جميلة للحمام اهو. كلسم دي اف 3 دي ب 20 جنيه والاوميجا بلس ب 55 جنيه. الحاجات ديت حلوة للحمام، كلسم للذكورة والنتيان تمام، فرد حمام ناقصه كلسم حلو ليه يعني. الحاجات ديت الأهم حاجة، الحاجة اللي أنت بتديها للحمام لازم تتعامل معاهم بحذر، تتعامل مع الحمام كويس، تيجي تبص لها ربنا يبارك لك تمام. واهم حاجه اتقي الله في نفسك وفي حاجتك، ما تغشش حد، وربنا يستر علينا وعليكم. ولو حد محتاج مننا اي حاجه او اي سؤال اكتب لنا في التعليق واحنا نرد عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.